حياكم الله في دورة خليك بحار. راح تتعلم معانا في هذه الدورة كيف تستخدم جهاز جارمن للمواقع والأعماق. كمان عندنا قسم خاص في الملاحة البحرية فيها تقريبا 6 إلى 7 مواضيع، وراح تتعلم معانا أنواع المرساه البحرية وطرق استخدامها، أنواع التضاريس البحرية مع شرح بالخريطة لأماكن تواجد الأسماك، وكيف تعرف مواقع مواسم صيد الأسماك وكيف تعرف تواريخها. كذلك راح تتعلم أنواع القوارب البحرية وأنواع المحركات البحرية وكيف تشتري قارب وتكسب المميزات. كمان راح تستفيد من شرح لتطبيق ويندي لسرعة الرياح، دروس عن السلامة البحرية، وطبعا إذا سجلت في الدورة الآن راح تحصل على هدية قسم خاص في صيد الجلب، دخول غير محدود للدورة، ونهاية شهادة إتمام الدورة. طبعا الدورة مسجلة أونلاين، تقدر تحضرها في أي وقت يناسبك. سارع بالاشتراك ولا يفوتك الخصم.